صباح النور. صباح النور سارة. يعني فتت المطبخ، ما في عذر ابدا خلاص. ما في حجه هالمره، دغري من المطبخ ستريت على حيالله ارض عنا اياها. يعني لاي درجه بنحاول نلاقي دائما اعذار ومؤجلات واشياء عشان 100% ما نتحرك ونعمل تمرين؟ 100% 100%. نحن دائما عنا اعذار بكل شيء، نحن هذا طبع الانسان مثل ما بيقولوا، سو اذا ما عملنا بوش لحالنا او على القليل شفنا حدا بيعطينا موتيفيشن ما بنقوم بنعمل شيء، سو نحن ما نعمل هذا الموتيفيشن. بتعرفي يمكن في اول فتره الحجر المنزلي كثير من الناس ارتاحوا، صح، مرهقين من الشغل، مرهقين، ما صدقنا انه في اجازه طويله وارتحنا 100% واكلنا ونصحنا وزدنا اكلنا كثير. الان بدا تظهر وكانه في صحوه، صار الكل يسال عن الاكل الصحي، عن التمارين الرياضيه، عن كيفيه ادائها، صح؟ صح، لانه اول شيء نحن لما بنكون قاعدين بالبيت نحن ما عم نعمل شيء، اذا بدنا نضلنا عم ناكل وقاعدين على التي في نحن سمبلي وي ار نوت موفينج، يعني ابدا ما بنتحرك. فرق لما كنا بالشغل كنا على القليل عم نروح نعمل شيء، نعمل اكتيفيتي، نروح نجيب اغراض. هلا مع الكورنتاين واللوك داون يعني كثير صارت قليله هيدي نسبه الحركه اللي عندنا اياها، فلاحظنا نحن الفرق بجسمنا، لاحظنا فرق الخمول، لاحظنا فرق انه زدنا وزن، لاحظنا حتى انه نحن الانرجي ليفلز عندنا وطيت. سو نحن بالرياضه نرجع منعود على هول الشيء. طب لأي درجة مش مهم إنه إحنا نخصص غرفة، نخصص أدوات، نخصص وقت؟ ابدا ممكن في اي وقت نلاقي نفسنا عندنا مهم نلاقي بس محل يكون نحن مرتاحين فيه، يعني البلكون والتنوم تبعنا اني وير نحن بنحس حالنا مرتاحين فيه بالبيت نستعمله نقدر نعمل فيه الرياضه، مش بحاجه لمسافات شاسعه ابدا. حلو، واليوم الادوات الرياضيه اللي حنستخدمها هي فوطه المطبخ. سمبلي فوطه المطبخ او اذا بدكم مناشف، يعني تكون هيك فلافي بيقولوا لهم، هيك طرايا شوي، مهم يعملوا هيدا السلايد موفمنت على الارض، يعني انها تزحلق خلينا نقول 100%. سو نحن اليوم رح نستعملهم، هلا اكيد فينا نعمل كثير اشياء فيهم بس اليوم رح نستعملهم، رح نكون عم نعمل كور اكسرسايزز فيهم. هلا نحن بالجيم بيكون في هن لهم مثل ديسكس بنستعملهم، بس بما انه مش الكل عندهم ديسك حنستعمل الفوات، نفس الشيء فينا نستعملهم. هلا قبل ما نبلش فيهم اكيد بدنا نعمل الورم اب، رح نبلش بالايدين تمارين الاحماء. يس. هلا انا اكيد بالورم اب بالاستوديو بجرب ما اطول كمان الوقت، بس بالبيت بفضل انه المشاهدين ياخذوا 5 تو 10 مينتس بالورم اب تبعهم. حرك كل هالمنطقه نرجع من هون. هلا نحن حنكون عم نشتغل على الكور ماسلز، بس هذا الشيء ما معناته انه نحن ما حنكون عم نستعمل ايدينا واجرينا، رح نكون عم نعمل انجيجمنت لكل عضلات الجسم. نرجع نوسع الاجرين شوي from side to side. نرجع بنحط مات، او اذا ما عندنا مات فينا يعني حيلا على السجاده الموجود عندنا بالبيت مش مشكله. بنعمل بهيدي الطريقه، بنعلي اجرينا 90 degrees وبنعمل تو تابس 90 درجة. نعم. يس. وبنرجع بنتركهم بهيدي الطريقة، بنعلي ايدينا، بننزل اجري اليمين وبنرجع ايد الشمال، سو بنكون بهيدي الطريقة، وبنرجع وبنبدل. ما بنخلي الايدين والاجرين يدقوا بالارض. بهالطريقة غير انه حمينا الشولدرز والليجز بنكون عم نحمي كمان الكور. من بعد ما نخلص فينا نبلش بالتمارين تبعنا. سو اول وحدة رح تكون هي السايد سلايدز. بنحط اجرينا على الفوطة. يعني بدأنا بالتمارين مع الفور. نعم. ما ننسى كل الوقت نحن شادين هيدا المنطقة من هون. وإذا حبينا نعمل تشالنج لحالنا فينا نعملها بالإجرتين. نفتح قد ما فينا، بنسكر. نرجع من هون ننتقل للماونتن كلايمرز. وضعية تسلق الجبل؟ نعم. من هون فينا ننتقل للني تاكس. سو نفوت النيز لجوا قد ما فينا وبنرجع.
فينا كمان نفس الشيء بس نعمله على الجنب. ناخذ الاجرين هيك. ماري وضع الرقبه في نعم. التمرين لانه لو سبناها غلط ممكن معقول انه ناذي نفسنا 100% فاكيد ما نكون شادين الطلوع ولا مرخينا ستريت مع جسمنا. من هون منبدل على الايدين منعلي بهيدي الطريقه ناخذ ايد وحده لقدام. هلا بدي اطلب من المشاهدين انه بما انه هيدي حتكون يمكن اول مره لإلهم يجربوا بالايد الثانيه اللي هي هون تكون اكثر على الارض كرمال ما يزحطوا فور سيفتي ريزنز. حطوا الايد هون. للناس اللي اكثر اكيد بروجريس بيقدروا يعملوها بايديهم على المنشفه مش مشكله. سو بيطعجوا هيدي الاجر سوري هيدي الايد يعني يمكن جدا مهم فكرة انه يثبتوا بالايد الثانية في الارض لانه انا جربت التمرين ضحكتي يا ما حابة اوريك اللي حصل بس يلا هلا برجع بعد الحلقة بعلمك التكنيك المزبوط هلا اكيد دايما لكل شيء في حال اذا الايوة كثير صعبة وهن بهيدي البلانك بوزيشن فيهم على ركابهم اتس نوت ا بروبلم بهيدي الطريقة اوكي وينزلوا ومهم جدا انه نمرحل التمرين ليه؟ لانه احيانا بنرفع التوقعات جدا وبيكون صح. واحد من الاسباب اللي بتخلينا نتراجع بعدها ونبطل واقعيين وبدنا نعمل نحن حساب انه نحن دائما عم نجرب شيء جديد صح اوكي بنكون محمسين بيرفكت بس دائما ناخذ بعين الاعتبار انه اذا عملنا انجري لبعدين هذا الشيء منه سهل وبعدين بنبطل نحب الرياضه حنقول من وراء الرياضه نحن تعودنا صح. بس هو العكس نحن زيادة الحماس وكمان ما نحبط يعني عارفة ماري أكيد لياقتك وأنت مدربة رياضية مش زي لياقتي أنا اللي ما بدنا نقارن كمان ما بدنا نعمل كومباريزنز 100% سو من هون ننتقل للسايد سو فينا كمان على الجنب وبيبين كأنه التمرين هو لليد بس واضح انه الجسم كله بيشتغل اكيد كل الجسم عامل فول انجيجمنت الكور يلي هو منطقه الكور تورسو يلي هي علاقه ب الجزع نعم يلي هي لها علاقه بالمسلز يلي بالمعده وبالظهر هول العضلات كثير مهم انه نحن نقويهم فبالتالي نحن بنكون عم نعمل فول انجيجمنت لكل الجسم سو عضلات الايدين الاجرين مثل ما عم نشوف بنكون عم نقويهم هلا من هون فينا نبرم على الكراب بوزيشن بنسميها اللي هي بتكون هيك بنحط ايدينا لورا بنعلي الهيبس قد ما فينا لفوق بنعمل سلايدز ما ننسى نحن كل الوقت نكون عم نتنفس اوكي ومن هون اخذ حركه نعمل الهامسترينج كيرلز مننام اوكي منعلي فينا نكون حنحس بهيدي المنطقة عم بتشد بهيدي الطريقة بنكون عملنا كونسنتريتد كور muscle workout بس بنفس الوقت نحن تمارين مركزة للجزع 100% بنكون عملنا full body workout at the same time تمارين للجسم الكامل نعم يعني خليني كمان أنا أضيف إضافة صغيرة لأنه أنا عارفة صعوبة التمارين اللي عملتيها لأصدقائي اللي لياقتهم زي أنا يمكن يبدوا بمرة أو مرتين يجربوا نفسهم ويبنوا من هناك لحد ما أكيد في يوم ممكن يوصلوا إنه يعملوا التمرين كامل دائما أنا بشدد إنه منبلش برابس قليلة بساتس قليلة وكل مرة عن مرة بنتحدى حالنا وبنزيد الرابس بالساتس وهيك نحن بنقوى وبننبسط بالتمرين يعني أكثر. نبدأ بمجموعات قليلة صح. وتكرار قليل لحد ما نبنيهم كل واحد بزيادة. عنده فيتنس ليفل معين صحيح بدنا ناخذ هالشيء بعين الاعتبار صحيح المدربة الرياضية ماري جلخ شكرا جزيلا لك